صارت سرقة محل بميشيغان. طبعا الله يحفظهم، الله يعوضهم إن شاء الله خيرا. مدام صارت واحدة راح تصير ثانية، انتبهوا. الشغلة الثانية، الله يخليكم، ما أعرف ليش من واحد يقول لكم اشتروا سلاح، ها خطر بالبيت يعني، اشتري لك باكس خلي بي. ثاني شيء، مدام انت قاعد تبيع محل ذهب ولا غيره ولا غيره، اكو ناس متخصصة في هاي السرقات، يعرفون شلون يجي. حسب بالك هو اجاك مرة؟ لا، اجوا شافوا المكان، شافوا منو بالمحل، شافوا شلون هو شايل شيء، شايل مسدس ماكو، اوكي شيء مسدس من يشوفوك، صحيح عندك محل ذهب، خلي على حزامك هنا، تقدر بدون رخصة تقدر تشيله مبين زين وتمشي بيه اذا انت بميشيغان زين. واذا تريد شيء تشيله مخفي تطلع لك رخصة وتقدر تشيله مخفي، بس احسن ما دام انت عندك محل وتخلي على حزامك نانا مبين عادي زين لك، لان من راح يجي يشوف اوه شايل سلاح، اوه زوجته شايله سلاح، ما يراد له شيء. حافظ على محلك والله يحفظكم، تحياتي، الله يحفظ الجميع.